حديث الصحافة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في جولة جديدة من حديث الصحافة. البداية مع موقع الجزيرة نت، والذي نشر مقالا بعنوان ما الجديد في دعوة المعلم للحوار؟ قال فيه: في كل مرة يدعو فيها النظام السوري للحوار الوطني يرفض وضع شروط مسبقة من قبل المعارضة، أبرزها تنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة، معتبرا أن من يقرر ذلك هو الشعب. الدعوة الجديدة هذه المرة جاءت من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، والذي طالب أطياف المعارضة بالمشاركة في حوار وطني، رافضا في الوقت نفسه رفض أي حديث عن تنحي الأسد. واعتبر المعلم بأن التمسك بهذا المطلب يعني استمرارا للعنف في سوريا. حتى الآن يضيف الكاتب: لا جديد في دعوة المعلم للحوار، ولكن اللافت للنظر أن المعلم وللمرة الأولى خص تنسيقيات الثورة السورية بالدعوة إلى ترك السلاح والمشاركة مع الحوار في الحوار مع النظام، وهو ما يطرح تساؤلات هامة حول أسباب هذا التغير النوعي في خطاب النظام. فهل جاءت الدعوة للتنسيقيات التي تشكل جسد الثورة السورية محاولة من النظام لشق الصف بين المعارضة على الأرض وقياداتها؟ أم أن الدعوة بالفعل جادة وتسعى لمشاركة هذا الفصيل الهام في الحوار؟ يرى المعارض السوري ومدير مركز الشرق للبحوث سمير التقي أن ذكر المعلم للتنسيقيات الثورة السورية في حديثه عن الحوار الوطني جاء للإيحاء بأن النظام السوري يطور عملية سياسية ما، وهو نوع من المناورات السياسية، خاصة وأن النظام يعلم جيدا أن تنسيقية الثورة عبارة عن منظمات قاعدية وليست سياسية، وتتشكل من نشطاء الثورة الذين يمثلون جزءا أساسيا في جسد الثورة السورية، محذرا من محاولة النظام للفصل بين الناشطين والقيادة الفعلية للثورة. في مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه تحدث مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، وقال لافروف بأن الأسد يريد الانضمام إلى اتفاقية حظر السلاح الكيميائي، وأنه الآن تحت رقابة شرعية دولية. وأضاف لافروف بأن كل خطوات الحكومة السورية تشير إلى أنهم يوفون بتعهداتهم تجاه الاتفاقية، كما أننا اتفقنا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، يضيف الوزير الروسي، على ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا، والذي سيدعم تخلي سوريا عن نزع السلاح الكيميائي، وأضاف بأننا سوف نتعامل بجد مع كل من يستعمل السلاح الكيميائي في سوريا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وجوابا لسؤال الصحيفة فيما إذا مارست روسيا ضغوطا على سوريا لتسليم السلاح الكيميائي، قال لافروف: لقد تحدثنا إلى بشار الأسد وأخبرناه بأن مشكلة السلاح الكيميائي يجب أن تحل، وكان رده إيجابيا. وقال لافروف بأن لديه أدلة على أن المعارضة هي من استعملت السلاح الكيميائي، وأن هذه الأدلة ليست خفية، بل هي مجموعة من التقارير لصحفيين زاروا المواقع المستهدفة، وهذه التقارير موجودة على الأنترنت. وقال لافروف أيضا بأنه لا يملك أي تقارير جديدة حيال هذا الموضوع. وقال لافروف بأنهم لا يتمسكون بشخص بشار الأسد، فالشخصية لا تهمهم، وإنما يهمهم هو وحدة سوريا ضد أي تقسيم. صحيفة الشرق الأوسط أعزائي المشاهدين كتبت مقالا تحت عنوان حديث روحاني أوباما يربك طهران، قالت فيه: أحدثت المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والأمريكي باراك أوباما، والتي أنهت قطيعة عمرها 34 سنة في الاتصالات بين البلدين، ارتباكا في طهران. وظهرت من ردود فعل مؤيدي روحاني والمحافظين، فبينما احتفى مئات الإيرانيين بروحاني لدى عودته من نيويورك أمس، فإن عددا صغيرا من المتشددين
رددوا هتافات الموت لأمريكا، كما ألقوا بيضا وحجارة على سيارته الرسمية عند مغادرتها المطار. وقدمت روايتان للكيفية التي جرى بها ترتيب هذا الاتصال الهاتفي، والذي جاء بعد رفض روحاني عرضا أمريكيا بلقاء عابر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض يوم الجمعة: علمنا من الإيرانيين أن الرئيس روحاني أراد أن يتحدث مع الرئيس أوباما قبل مغادرة نيويورك، مما أدى إلى ترتيبنا للاتصال الهاتفي. ومن جانبه قال روحاني بعد عودته إلى طهران: إنه بينما كنا نستعد للمغادرة إلى المطار تلقينا مكالمة هاتفية من البيت الأبيض للإعراب عن رغبة الرئيس الأمريكي في الحديث معي، وبينما كنا في السيارة، يضيف الرئيس الإيراني، تلقينا المكالمة الثانية وكانت من أوباما، وتركز الحديث على القضية النووية. وأعلن أوباما نفسه عن الاتصال من واشنطن قائلا: أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى حل شامل. وأضاف أوباما: نحن على علم بالتحديات أمامنا، وكون هذا الاتصال هو الأول بين رئيسين أمريكي وإيراني منذ عام 1979 يظهر مدى عدم الثقة بين بلدينا، لكن ذلك يشير إلى إمكانية المضي قدما من هذا التاريخ العصيب. صحيفة هآريتس الإسرائيلية نشرت مقالا تحت عنوان اتفاق أمريكي روسي على مسودة قرار حول السلاح الكيميائي السوري، قالت فيه: بعد عدة أسابيع من المأزق الدبلوماسي حول نزع السلاح الكيميائي السوري، توصل الطرفان الأمريكي والروسي حول التخلص من السلاح الكيميائي السوري. وقالت سامانثا باور السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة: قبل أسبوعين فقط لم يكن النظام يعترف بوجود ترسانته الكيماوية، والآن توصلنا إلى اتفاق بعد نقاشات سياسية خلال هذين الأسبوعين. ونص الاتفاق على أنه في حال لم تسلم سوريا أسلحتها فإنه يجب عندها إجبارها بالقوة، مما يعني أنه يجب استصدار قرار جديد حينها تحت الفصل السابع. كتب خالد الدخيل مقالا في جريدة الحياة اللندنية تحت عنوان أولى ثمرات ورقتي العراق وسوريا، قال فيه: في نيويورك حقق الرئيس الإيراني حسن روحاني اختراقات أولية ولكنها مهمة على طريق معالجة ملف بلاده النووي وإعادة العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة. والأهم من ذلك، يضيف الكاتب، إمكانية الحصول على اعتراف أمريكي بمشروعية الدور الإيراني في المنطقة. وتساءل الدخيل: ماذا وراء الاحتفالية التي رافقت رحلة روحاني الأمريكية؟ هل هي شخصية روحاني وتوجهه السياسي المعتدل كما يقال؟ أم أن الأمر يتعلق بتغيرات وتطورات على الأرض أقنعت المرشد علي خامنئي بإعطاء الضوء الأخضر للرئيس روحاني بالمضي في هذا المسار؟ هناك معطيات ذات صلة، منها الأثر الثقيل للعقوبات على الاقتصاد الإيراني، وأن الأزمة السورية تتحول مع الوقت إلى عبء سياسي واقتصادي مكلف بالنسبة لها. روسيا داعم سياسي رئيس للنظام السوري، لكنها لا تتحمل شيئا من الكلفة الاقتصادية للمجهود الحربي لهذا النظام، تاركة ذلك للإيرانيين. ثم إن سوريا معنية بشكل رئيسي بمخرج سياسي للأزمة السورية وليس ببقاء الرئيس. وإلى جانب كل ذلك، الاستعداد الأمريكي للتفاهم مع إيران حول ملفها النووي ودورها الإقليمي وعلاقة ذلك بالمخرج المطلوب في سوريا. وأخيرا، هناك الانفتاح السعودي الذي تمثل بدعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز للرئيس الروحاني لأداء فريضة الحج هذا العام. والأهم في هذا السياق، يضيف الكاتب، هو قرار إدارة أوباما بتحويل تركيزها الاستراتيجي إلى جنوب شرق آسيا،
مع بقاء الخليج العربي ضمن مصالحها. ومن هنا تأتي حاجة أمريكا للتفاهم مع إيران كدولة مهمة في المنطقة. حرص إيران على هذا التفاهم يعني أنه سيكون بديلاً لفكرة المقاومة والممانعة والتي كانت تغطي بها طموحها الإقليمي. هنا يبرز سؤال يقول الكاتب: هل مشاركة إيران في الضغط على الأسد بالتخلي عن السلاح الكيماوي كانت ضرورية قبل أن تقدم هي على التفاهم مع واشنطن؟ تخلي الأسد عن السلاح الكيماوي يعني تخليه عن شعار المقاومة والممانعة، وبالتالي لا أحد يملك لوم إيران إذا جاء تخليها عن الشعار ذاته بعد تخلي النظام السوري. وختم الكاتب بالقول: إن العراق وسوريا وكلاهما من بين أهم وأكبر الدول العربية تحولتا إلى ورقتين في يد إيران. صحيفة يني الشفق التركية عنونت في خبرها اليوم: يمكن تدمير مخزون سوريا الكيماوي خلال 9 أشهر. كشف تقرير سري أمريكي روسي أن قسما كبيرا من ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية غير قابل للاستخدام، ويمكن تدميرها بوتيرة أسرع مما كان متوقعا حسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست. ويعتقد مسؤولون أمريكيون وروس أن غالبية مخزون غازات الأعصاب التي يملكها النظام السوري لا تشكل ذلك الخطر الكبير الذي يتخوف منه المجتمع الدولي منذ هجوم الغوطة. كما يشير التقرير إلى أن الترسانة الكيماوية السورية يمكن أن تدمر خلال 9 أشهر فقط، بعكس ما أكدته تقارير الاستخبارات التي قالت إن التدمير سيحتاج عدة سنوات. ويعتبر الخبراء أن خطر استيلاء مجموعات تتبع القاعدة أو تشكل عداء للولايات المتحدة على الترسانة الكيماوية السورية لا يطرح تهديدا كبيرا. ويعود ذلك إلى كيفية تخزين الأسلحة الكيماوية السورية، حيث إن معظم ترسانة الأسد مؤلفة من عناصر كيماوية خام على شكل مادتين منفصلتين يتم خلطهما من قبل مختصين وبكميات شديدة الدقة. كتب سمير عطا في صحيفة الشرق الأوسط مقالا تحت عنوان الرجل الذي قاتل أعداء شعبه، قال فيه: من هو أعظم قائد عسكري في التاريخ؟ والجواب هو المارشال جوكوف، لأنه ترك الألمان يتوغلون في روسيا حتى جاء الثلج فقضى عليهم. كان جوكوف شخصية عسكرية استثنائية، وقد حيرني أن كتابات بعض الروس عنه كانت نقدية وربما متحاملة، ففي بعضها أنه كان باذخا على نفسه من أموال الدولة، وفي البعض الآخر أنه ظل فلاحا جلفا رغم بلوغه أعلى المناصب العسكرية. يحاول مؤلفا جوكوف الفرنسيان القول إن الأفراد الأفذاذ هم الذين يصنعون التاريخ وليست الجماهير كما تدعي الشيوعية. وختم الكاتب مقاله بالتساؤل: فمن هو جوكوف الشعب السوري؟ من هو الرجل الذي يقود صمود الجائعين والمشردين في العراء وتحت القصف؟ بالعكس، القائد هو الذي يقود الجيش العربي السوري والسلاح الجوي العربي السوري من غارة إلى غارة ومن مدينة إلى قرية. صحيفة الشرق الأوسط نشرت أيضاً مقالاً بقلم كاسوس هامتشر تحت عنوان سوريا التي رأيتها دمرت الآن، قال فيه: ربما يجري جون كيري وزير الخارجية الأمريكي مفاوضات لإنهاء برنامج الأسلحة الكيماوية السوري، لكن البلاد التي عملت جاهداً لتوثيقها ضاعت بالفعل. منذ عام 2006 وأنا أسافر إلى سوريا لتصوير وتوثيق المجتمعات المسيحية والإسلامية واليهودية القديمة لصالح معهد سميث سونيان فولكيز ومتحف تراث السفارديم
ومعهد يال للموسيقى المقدسة. تعاملت مع كل شرائح المجتمع السوري، كل ما تبقى هو صوري. هذه هي بعض صور سوريا، مقرونة بمزيد من الصور الحديثة للدمار المأساوي الذي شهدته هذه الأماكن. في المرة الأولى التي وصلت فيها إلى ميدان سعد الله الجابري، عندما أعلنت المدينة عاصمة للثقافة الإسلامية من قبل منظمة التربية والعلوم والثقافة الإسلامية عام 2006، احتشد الآلاف في الميدان يرقصون في قلب الحاضرة التي يرجع تاريخها إلى 8000 عام. وختم الكاتب بالقول: وكانت قلعة حلب أكثر الأماكن إقبالاً من قبل السائحين في سوريا، وذلك قبل أن تندلع الحرب الأهلية. ومنذ زيارتي الأخيرة تضررت السلالم الحجرية للقلعة، وتضرر الباب الحديدي الذي يعود إلى 1100 سنة بشدة، وجرى تأجيل الخطط لبناء متحف ومظلة حماية للمعبد القديم الذي يعود تاريخه إلى 5000 سنة. أما مسجد حلب الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 سنة، فدمرته القذائف في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وتهاوت منارته في أبريل نيسان بعد التقاط صور له. ينبغي أن تحظى المساجد بالاحترام اللائق كحال الكاتدرائيات في أوروبا، فساحاتها تشكل مأوى للفقراء والمعوزين. نهاية حديث الصحافة. أطيب المنى والتحيات مني ومن فريق العمل. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.